بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب المرحلة الثانوية، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على How to form the present simple tense، إزاي نكون جملة باستخدام المضارع البسيط. Let's start. النهاردة هنتكلم على present simple tense. طيب، اي زمن عشان تبداه لازم يكون له فورم. شوف كده، الفورم يعني الصيغه الخاصه بالمضارع البسيط. اول حاجه هبدا بالسبجكت. السبجكت اللي هو الايه؟ الفاعل. وبعد كده عندي الفيرب اللي هو الفعل، وبعدين الاوبجكت اللي هو الايه؟ المفعول. طيب، ممكن أبدأ طبعا الجملة بضمير عادي، سأقول مثلا I أو we you they. ممكن برضه أقول he she it. يبقى إذن الجملة أول حاجة بتبدأ بيها بتبدأ بإيه؟ بضمير فاعل. وممكن أقول الضمير، وممكن أقول إيه؟ الاسم. يعني بدل ما اقول مثلا هي ممكن اقول علي، ممكن اقول ادكتور، ممكن اقول اتيتشر. بدل ما اقول شيا ممكن اقول هبه دينا، او بدل ما اقول مثلا وي اقول اي اند علي اند سو اون. يعني ممكن ابدا بالفاعل في شكل ضمير، او في شكل اسم الشخص، او في شكل الجنس بتاعه، او الايه، او الوظيفه بتاعته. ادكتور، اتيتشر، دكتورز، تيتشرز، بويز، جيرلز. اوكي، احنا هنبدا دلوقتي بالايه؟ بالضمير. يبقى ده رقم واحد، ابدا الجمله بالايه؟ بالفاعل. تاني خطوة بجيبها الايه؟ الفيرب. وليكن مثلا play، وبعد كده احط الايه؟ المفعول بتاعي. اوكي، طيب يبقى I او we او you او they او play football. نفس الكلام برضو مع بقية الايه؟ بقية الضمائر اللي هي الاي والوي واليو والذي. الفيرب بيجي في الايه؟ في المصدر بدون اي اضافات، ما اضيفش له اي حاجه خالص. بلاي بلاي. اوكي، بلاي. طيب بيجي بقى مع الهي والشي والات. هل يا ترى بقول بلاي بس؟ يعني ينفع اقول بلاي بس كده؟ اقول هي بلاي؟ لا، قال لك تيجي مع الهي والشي والات وبنضيف حاجه اسمها ايه؟ اس الايه؟ المفرد. يعني لما اكون بتكلم على absent singular pronoun، يعني ضمير مفرد غائب، ببدا اضيف له حرف الايه؟ الاس، اللي بتقول ان انا بتكلم على واحد غير. اوكي؟ طيب يبقى هي بلايز، شي ها بلايز برضو. ايوه، اسمع ورا حرف الايه؟ الاس اهوت، شي بلايز. It نفس الكلام برضو، it plays. يبقى احنا كده طبعا في الاخر كلمة ايه؟ football، كرة القدم. يبقى احنا كده كوننا ايه؟ الجملة الرئيسية باستخدام present simple tense. بدأت بالsubject اهوت اللي هو الايه؟ الفاعل، وبدأت بشكل ايه؟ pronoun. بعد كده تاني خطوة اللي هو الايه؟ الفيرب اللي هو الايه؟ الفعل. تمام، يبقى أول حاجة اهوت السبجكت الفاعل، وبعد كده جبت الفيرب اللي هو الفعل، وبعد كده جبت الايه؟ المفعول بتاع الايه؟ الجملة اللي هو ايه؟ فوتبول. طيب، في كلمات دالة على الزمن، والكلمات دي دايما بستخدمها في البريزنت سيمبل وبتعبر عن الهابشوال اكشن. أحطها فين؟ قال لك مع الفيربس زي بلاي وجو وواتش وكم. والفيربس دي اللي انا بسميها اذر فيربس، لان ممكن استخدم المضارع البسيط باستخدام فيرب تو بي. انا دلوقتي بادئ الاول بالايه؟ بالاذر فيربس. قال لك بتستخدم الكلمات دي قبل الفعل، ما بين الفعل والفعل. يبقى always يعني دائما، usually عادة، sometimes يعني ايه كلمة sometimes؟ احيانا، often يعني غالبا، never لو انت بتقول انت بتمشي الحاجة دي خالص، او كلمة ايه؟ occasionally. كلمة occasionally يعني من وقت الى ايه؟ من وقت الى اخر.
طيب دي تعتبر كلها كلمات داله على الايه، على البريزنت ايه سيمبل، وكلها بتعبر عن هابشوال اكشن، يعني ايه افعال اعتياديه. هو بسميها احيانا برضو ان هي ادفيربس اوف فريكوانسي، اللي هي ظرف اللي هو بيتكلم على مرات الحدوث، يعني الحاجه دي بتحصل يا ترى دايما ولا احيانا ولا غالبا ولا ما بتحصلش خالص. اوكي بسميها ادفيربس اوف فريكوانسي. طيب لما احب انفي بقى الايه الزمن، احنا كده خلاص اخذنا الزمن في صيغه الايه الافيرماتيف. يعني ايه كلمه افيرماتيف؟ يعني في صيغه الاثبات، اخذنا المضارع البسيط بس في الايه في الصيغه الايه المثبته. طيب انا عايز انفي، طيب نشوف كده النفي معانا. النفي حسب الفاعل برضو احنا هنقسمهم I, we, you, they، يكون بتكلم عن نفسي او عن مجموعة، او بتكلم على he او she او it. النفي بيجي مع ال I وال we وال you وال they، بستخدم don't، وحط بعدها الفعل فين؟ في المصدر. الفعل فين؟ في الانفينيتيف، يبقى don't play. يبقى دول بجيب معاهم don't ومعاهم الفعل فين؟ في الانفينيتيف، يعني فين؟ في المصدر. I play، يبقى اقول لكم انا كده مثلا I always play، I don't play. We always play، we don't play. You play، you don't play. They play، they don't play. يبقى بنفي بايه؟ ها؟ بكلمة play، بكلمة don't، ووراها الايه؟ الفعل فين؟ في المصدر. طيب مع ال he والshe والit بتنفي بايه؟ قال لك بننفي ب doesn't. طيب اقول بعد doesn't ايه؟ قال لك قول بعد doesn't الفعل فين؟ في المصدر. يعني اقول play ولا plays ولا اقول ايه؟ قال لك قول play بس. طب الاس راحت فين؟ راحت مع كلمه doesn't. يبقى اياك تقول لي he doesn't plays، لا he doesn't play، she doesn't play، it doesn't play. اول ما اجيب doesn't احط الفعل فين؟ في المصدر. يبقى الصيغه بتاعتها ايه؟ الصيغه بتاعتها يا مستر مع ال he والshe والit اقول doesn't، والفعل فين؟ في المصدر. يبقى احنا كده اخدنا الجمله في الافيرماتيف فورم، هي قلنا عباره عن سبجكت وفيرب واوبجكت، وقلنا ابدا الجمله بايه؟ ها بضمير او باسم شخص او بالوظيفه بتاعته، المهم بقى في عندي فاعل في الجمله. وبعدها بقسم الافعال مع الاي والوي واليو والذي، الفعل في المصدر بدون اي اضافات. اوكي اهو. انما مع الهي والشي والات بيبدا يظهر في الفعل ايه؟ حرف الايه؟ حرف الاس. طيب هل انا بضيف حرف الاس بس؟ لا، قال لك احيانا الفاعل بينتهي مثلا بايه؟ ها باس اتش، او بينتهي بسي اتش، او بينتهي بO، او باكس، اوكي، او باس اس. قال لك لو الفعل انتهى باي حاجه من دي حطه في اخره اي ايه؟ اي اس. يعني كلمه زي كلمه مثلا finish اهو اخرها ايه؟ اس اتش، اضيف لها اي اس يبقى finishes. طيب كلمه زي كلمه watch اخرها ايه؟ سي اتش، يبقى watches. طبعا الكلام ده مع الايه؟ ها مع الهي ها والشي والايه والات. طيب كلمه زي مثلا go تبقى ايه؟ goes. طيب fix، fix يعني صلح، تبقى ايه؟ ها fixes. طيب كلمة زي مثلا guess، guess يعني خمن، تبقى ايه؟ guesses. يبقى لو الفعل انتهى ب s h ب c h ب o ب x ب s s بضيف له مع ال he ها والشي وال it، ما بضيفش حرف ال s بس زي ها زي زي مثلا كلمة play او كلمة come او كلمة eat، لا بضيف له ايه؟ اي ايه؟ اي اس. طيب في حتة تانية كمان، الفعل لو انتهى بحرف الواي زي كلمة carry وجمع الهي والشي والات تعمل فيه ايه؟ قال لك بتشيل الواي وتحط مكان الواي ايه؟ قال لك بتضيف اي واي واس، تحط اي 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 اس، وحرف الواي بتعمل فيه ايه؟ بتشيله خالص، بس لازم يكون حرف الواي قبله ايه؟ حرف ساكن. طب لو كان حرف الواي جاي مع الهي والشي والات اهوت عندي اهوت، بس جاي قبله حرف متحرك، قال لك بتضيف له اس بس.
يبقى الفعل لو انتهى بحرف الايه الواي وجاء قبله حرف متحرك، ايه مين يفكرني بالحروف المتحركه؟ اي 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 او يو، دي اسمها فاولز. فاولز يعني ايه؟ حروف ايه متحركه. لو الواي جاء قبله اي او اي او اي او 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 يو، بسيب الواي زي ما هي وبحط حرف الايه الاس. طب لو الواي جاء قبله حرف ساكن احول الواي لايه؟ لاي اي اس. قلنا مع الايه ها، مع الهي ها والشي ها والات، خلاص كده. طيب طب يا ما اجي انفي، قلنا بنفي بدونت مع الاي والوي واليو والذي، اقول دونت. I play, I don't play. We play, we don't play. They play, they don't play. طب مع الهي والشي والات اللي هي بتاعت المفرد الغائب، اوكي، قال لك بتنفي بايه؟ ب doesn't، وبتحط بعدها الفعل فين؟ في الما في الايه؟ في المصدر. He doesn't، اقول he doesn't play ولا play بس؟ He doesn't play. She doesn't play. It doesn't ايه؟ play. يبقى ده الايه؟ النفي بتاع الفعل. انفي اجيب الفعل فين؟ في المصدر. طيب تمام كده. طيب في برضو عندي نفي بحاجة اسمها ايه؟ never. طيب ايه الفرق ما بين كلمة never وكلمة doesn't؟ اوكي، قال لك ان never يجي بعدها الفعل فين؟ ها؟ الفعل زي ما هو، يعني لو في اس سيب الاس بتاعته زي ايه؟ زي ما هي. يعني لو قلت هي doesn't يبقى تقول هي doesn't ايه؟ بلاي. انما هي never بلايز، بتسيب الاس زي ما هي. مهمة جدا جدا يا شباب. يعني ما اجي انفي ب doesn't أو doesn't play، إنما لو قلت he never يبقى he never إيه plays، بيبقى حرف الإس زي ما هو. يعني الفعل ما بتحطش في الإيه؟ في الإنفينيتيف. الإنفينيتيف بس لما أكون بنفي بإيه؟ ب doesn't. أوكي؟ يبقى إحنا كده يعني عيد من تاني، اتكلمنا على الأفيرماتيف فورم بتاع الإيه؟ مضارع الإيه البسيط، قلنا فاعل وبعدها الإيه؟ الفعل في المصدر، ما عدا مع الهي والشي والإت بضيف له إيه؟ إس أو إيه؟ أو إي إس. مع لو الفعل انتهى ب اس اتش ب سي اتش ب او ب اكس ب اي ب اس اس. قلنا لو الفعل انتهى بحرف واي وجاء قبله حرف متحرك بتضيف اس بس. طب لو انتهى بحرف الواي وجاء قبله حرف حرف الار، يعتبر حرف ساكن وليس متحرك، بقرب الواي لايه؟ لاي اي اس. خدنا النفي ب doesn't والنفي ب never. ايه الفرق بينهم؟ doesn't الفعل في المصدر، انما never بيجي وراه الفعل زي ما هو في حرف الايه؟ حرف الاس. بالنسبة لـ how to form a question، ازاي اكون سؤال في الـ present simple في المضارع البسيط. قال لك ببدأ أسأل بـ do و does، بـ do أو إيه أو does. طيب do بتيجي مع إيه؟ قال لك do بتيجي مع الـ I أو الـ we أو الـ you أو الـ they. طب و does مع الـ he والشي والات، وبحط بعدهم الفعل فين؟ في الانفينيتيف. الفعل فين؟ في المصدر. اهو الفعل فين؟ في المصدر اللي هو الانفينيتيف. طيب يعني اقول ايه مثلا؟ do I مثلا watch TV. do I watch TV؟ اهو الفعل فين؟ في المصدر. طيب does he او does she او does it برضو نفس الكلام، watch TV، برضو الفعل فين؟ في المصدر. والسؤال بدو او بدز معناه هل، معناه ايه؟ هل. ولما اقول هل هتجاوب تقول عليهم ايه؟ هتقول لي يس او ايه او نو، يبقى يس او نو. طبعا يس هيبقى معاه ايه مثلا؟ وليكن يس اي دو، يس وي دو، يس يو دو، يس ذي دو. اهو. طيب مع دز اقول بقى برضو، طبعا احنا قلنا هنا ايه؟ يس خلاص، يس معاها ايه؟ ها دو. طب لو قلت نو، لو قلت نو يبقى نو اي، نو اي دونت، نو وي دونت، نو ذي ها دونت، نو وي دونت. تمام خلاص. طيب يبقى ده السؤال قلنا بايه؟ ها بدو، يبقى الاجابه بيس او نو. يس اي دو، يس وي دو، يس اي دو، يس يو دو، يس زي دو. طب ونو؟ نو اي دونت، نو ذي دونت، اوكي نو وي دونت لحد الاخر. طيب لو انا بسال بقى، قلنا بداز مع الهي والشي والايه والات، هقول برضه يس او ايه؟ ها هقول يس او ايه او نو. برضو يس اقول يس مع الهي ها او الشي
اقول ات اقول داز. طيب طب مع النو، نو هي نو شي نو ات، اقول داز ولا اقول دازنت؟ دازنت. يبقى النفي دايما مع دازنت والايه والاثبات داز، النفي مع دونت والاثبات ايه ها دو. يبقى احنا كده خدنا الايه تكوين السؤال، بس تكوين السؤال بايه؟ بدو او بداز. طب افرض انا عايز اكون سؤال باستخدام اداه استفهام، هبدا استخدم اداه الاستفهام اللي انا عايزها وليكن وات ها وير، اي اداه استفهام بقى انت عايزها، وين اوكي هاو، اي اداه استفهام، وتحط لي بعدها دو او داز. دو او ايه او داز، واحنا قلنا دو مع ايه؟ مين يفكرني؟ دو اي، دو وي، دو يو، دو ذي. طب وداز ها؟ داز مع الهي او الشي او الايه او الات، يبقى دو يو مثلا، دو ذي، داز ها، داز هي، داز ايه، داز شي. اوكي، وبعد ما اجيب اداه الاستفهام احط بعدها دو او ايه او داز، حط بعدها الفاعل اللي هو ده كل ده ايه؟ عباره عن الفاعل. يعني بعد ما اجيب دو او داز اجيب الايه؟ الفاعل. يبقى اداه الاستفهام الاول تمام، بعد كده دو او ايه او داز، وبعد كده ايه؟ الفاعل، وبعدها الايه؟ الفاعل، او على حسب اللي انا بساله. يعني لو انا بسال بوت اقول ايه؟ وات دو ذي دو، ماذا يفعلون اهو. اوكي، طب عايز اسال بوير، وير دو ذي جو، اين يذهبون؟ when 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 do او when does ها he او she او they او we او you، حسب اللي انت ايه هتستخدمه. مثلا they go، how do they go to، مثلا go to school. طب does، how does he go to a school. يبقى دلوقتي انا عندي السؤال بحاجتين، ابدا السؤال بدو داز، ولما ابدا بدو داز يبقى ايه السؤال معناه ايه؟ هل، يبقى اجابته بيس او بايه زي احنا قلنا من شويه، يس او ايه، يس او نو، يس او ايه او نو. وطبعا قلنا يس معاها ها دو اوكي، ونو معاها دونت. طب لو انا بسال بداز ها، يبقى برضو معناها يس، يبقى اجاوب يس او بنو. يس بيجي معاها ايه ها؟ يس بيجي معاها داز اهوت، يس هي داز، يس شي داز، يس ات داز. طب مع نو ها، ابدا اقول ايه؟ نو هي دازنت، نو شي دازنت، نو ات دازنت. وبكده نكون اتكلمنا على تكوين الايه ها السؤال. طيب ممكن برضو اعبر عن البريزنت سمبل باستخدام حق باستخدام فيرب تو بي. يبقى البريزنت سمبل باستخدام، او البريزنت سمبل تاني بس باستخدام ايه؟ مهم قوي، استخدام verb to be. يعني ايه verb to be؟ يعني am او is او are. طيب نقولهم كده مع بعض، I he she it we you they. هنا بقى هكون جملة باستخدام ايه؟ verb to be. طيب احنا قلنا I بيجي معها الايه؟ الام اهوت معايا، يبقى I am. اوكي، he is، she is، it is. طب ال we، we are، you are، they are. انا لما بستخدم في الجمله verb to be اللي هي am او is او are، ما ينفعش يجي وراها ايه؟ other verbs. يعني ما ينفعش تقول لي he is watches tv، لا، يا اما تقول he watches tv يا اما تقول he is وتكمل الجمله. الجملة بعد verb to be اللي هي am أو is أو are بيجي وراها إيه؟ يا إما adjective يعني صفة، يعني تقول مثلا sad أو happy، أوكي يبقى دي رقم واحد. يا إما بيجي وراها place مكان، تقول he is at school for example. يا إما بيجي وراها job، job يعني إيه؟ وظيفة، he is a doctor. يعني بيجي وراها صفة، يجي وراها place، يجي وراها إيه؟ ها؟ جوب يعني ايه؟ ها وظيفة. اوكي، يعني المهم ان بيجيش وراها ايه؟ فعل. بيجي وراها يا اما صفة، يا اما مكان، يا اما جوب، يا اما اي تكملة تمشي مع الايه؟ تمشي مع المعنى. طيب احنا طبعا احنا وزعنا وقلنا اي بتيجي مع الايه؟ الام بتيجي مع الاي، الهي والشي والات بيجي معها از، الوي واليو والذي بيجي معها ايه؟ ار. طيب يبقى اقول ايه؟ نكمل كده الجمل دي كده، اقول ايه؟ اي ام هابي، انا سعيد او صفة. He is أو she is أو it is at home، موجودة فين؟ في البيت تمام.
We are, you are, they are. ها ونقول مثلا doctors. جبنا ايه وظيفة. ملاحظين ان الجمل اللي فيها verb to be مفيش فيها مفعول. هل في هنا مفعول؟ لا. يبقى مفيش object. يبقى الجمل اللي هي فيها verb to be مفيش فيها ايه object. لا يوجد فيها ايه مفعول. عكس الجمل اللي فيها other verbs. Other verbs زي ايه؟ watch, watch TV, play, play football, cook, cook food. اوكي. طيب هل ينفع اعمل جملة اجمع فيها بين الاثنين؟ يعني هل ينفع اقول she is ها واقول معاها watches TV هل ينفع اقول الجملة دي؟ لا الجملة دي ما تنفعش. ليه؟ ما ينفعش اجمع verb to be مع other verbs في المضارع الايه البسيط. امال ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول she is at home هي في البيت. اوكي؟ او ممكن اقول she watches TV يعني هي بتتفرج على الايه على التلفزيون. اذا يا اما تجيب verb to be وتجيب بعدها تكمله يا اما تجيب ايه other verbs افعال اخرى وراها ايه مفعول. طيب عايز اسمع النفي. يا ترى الجمل اللي فيها ام واز وار ام فيها dont و doesn't؟ لا. اي فيرب تو بي تحب تنفيه حط بعده نوت. ام تبقى ام ايه ها ام نوت. بلون تاني عشان تبقى واضحه. ام ام نوت اهو. از ازنت تمام. از ازنت از ازنت. ار ارنت ارنت ار ارنت. يبقى لما اجي احب ام في ام واذ وار حط بعدهم ايه كلمه ايه نوت. سواء ان او تي كامله كده زي مع كلمه ام او ممكن اعملها ابريفيشن اختصار اشيل حرف اللي هو احط مكانه ايه الايه الابوستروفي. يبقى احنا كده خدنا الايه النفي. طيب انا عايز اسال على الجمله اللي فيها فيرب تو بي. قال لك الجمله اللي فيها فيرب تو بي لو انت حبيت تسال عليها قال لك ابدا بام او از او ار. تقول مثلا ايه يبقى ده الكويستشن ازاي اعمل سؤال. ام طبعا او ايه او از او ار. يبقى ابدا بايه بام او از او ايه او ار عشان تعمل سؤال. ام اي ا دكتور ام اي ا دكتور سؤال. از هي ا تيشر. طب واحده ثانيه ار ذي at home هل هم في البيت؟ طيب السؤال بام وايز وار معناه ايه؟ هل يبقى اجابته ايه؟ قال لك اجابته يس او نو. يس او ايه؟ اه يس او ايه ها او نو. طيب يس بيجي معاه ايه بقى؟ اقول يس مثلا يس اي ام يس هي ها او شي او ات اقول ايه از. طب لو كانوا they او وي او يو هتقول ايه ار. اهو 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 يبقى ده الايه معايير. طيب مع نو مع نو هتقول ها نو اي ام نوت انفي بقى. طيب مع الهي او الشي او الات هتقول isn't تمام اوت. طب مع الوي واليو والذي هقول ايه؟ هقول ارنت. يبقى ده الايه النفي. سوري ده السؤال تكوين السؤال مع الام والايز والار. طب لو في عندي اداه استفهام زي وات حط وات او وين او وير اي اداه استفهام وين مثلا قال لك حط بعدها الايه الام او الاز او الايه او الار وبعدها ايه كمل الجمل ها وات ام وليكن مثلا وات ام يعني من اكون او وات از هي من هو يكون. طب وين ار وين ار ذي ات هوم هما بيكونوا امتى فين ها في البيت. المهم عشان تكون السؤال مع أداة استفهام بتحط لي بعد استفهام ام او از او ايه او ار. مفيش بقى لا دو ولا ايه ولا داز. قلنا
الدو والداز بتيجي مع الاذر فيربس وبيجي بعدها الفعل في الايه في المصدر، انما الام والاز والار ما بيجيش وراء افعال في المصدر، بيجي وراء ايه تكمله. وهنوضح الايه الكلام ده في جمل ونشوفه مع بعض. طيب انا عايز اخد الكلمات الداله على البريزنت سيمبل مع فيرب تو بي الام والاز والار، يا ترى بتيجي فين؟ شوف كده مع بعض. اي هي شي ات وي يو ذي. اوكي، قال لك الكلمات بتيجي بعد الام والاز والار. اي ام، هي از، شي از، ات از، وي ار، ها، يو ار، ذي ار. قال لك حط بقى بعد الام والاز والار الكلمات الداله اللي احنا اخدناها من شويه، فاكرين؟ اولويز اهوت، always, sometimes, usually, often, never. طبعا قلنا ايه؟ always, sometimes, usually, often, never. اوكي، خدنا من شويه برضو كلمه ايه؟ occasionally. يعني ايه كلمه occasionally؟ يعني من وقت الى ايه؟ ها، من وقت الى ايه؟ من وقت الى اخر. يبقى الكلمات الداله على الزمن بتيجي بعد ام او از او ايه او ار، عكس الاذر فيربس كانت بتيجي قبل الايه الاذر فيربس. طب نكمل الجمله دي، ات هوم مثلا. اوكي طيب، لو جبت انا اذر فيربس فاكرين كنت بقول هي ايه؟ كنت بقول هي واحط بعدها الكلمات الداله، ها، always, sometimes, often، الى اخر الكلمات الداله. وبعد كده اجيب الايه الفعل، اقول ايه مثلا stays at home، قاعد فين؟ قاعد في البيت. يبقى نخلي بالنا قوي كويس يا ترى الكلمات الداله على الزمن اللي هي always, usually, sometimes, often, occasionally، وطبعا في كلمه اللي هي every. احنا قلنا every دي بتيجي فين؟ بيجي وراها فترة زمنية زي every day, every month, ها, every year. الكلمات دي بتيجي فين؟ في آخر الجملة، في آخر الإيه؟ الجملة، أو في بدايتها. يعني ممكن أقول إيه؟ every year وأقول الجملة، أو أقول لها مثلا في آخر الجملة أقول إيه؟ he always stays at home every Friday أو every month أو every year وهكذا. يبقى every وراها فترة زمنية، يا إما تيجي في بداية الجملة يا إما تيجي في نهاية الإيه الجملة. إنما الكلمات ديت اللي هي adverbs of frequency اللي هي الظرف اللي هو بيحدد عدد مرات حدوث الفعل، بحطه لو عندي verb to be أحطه بعد verb to be، طب لو عندي other verbs أحطه قبل الإيه؟ قبل الأذر verbs. دي كانت معلومة مهمة جدا، نخلي بالنا منها. طيب إحنا قلنا من شوية السؤال على جمل فيها فيرب تو بي بيبقى بام واز وار. طب السؤال فيها اذر فيربس يبقى دو ايه وداز. طب والنفي برضه فيرب تو بي، ام ام نوت، از ازنت، ار ارنت. طب اذر فيربس، ها، يبقى دونت وايه ودازنت، وبعدها الفعل فين؟ في المصدر. طب اجيب لك جمله كده وتقولي ناخد فيها ايه. الجملة الثانية، يا ترى الجملة الأولانية هسأل عليها بإيه؟ خلي بالك إن جملتين فيهم كلمة هابي. طب الجملة الأولانية اللي هي هي هابي، أسأل بإيه؟ أسأل بداز ولا أسأل بإز؟ أسأل بإز. طب ينفع أسأل بداز؟ لا. ليه؟ لأني ما عنديش فعل في المصدر، عندي تكملة في شكل صفر. طب الجملة الثانية أسأل عليها بداز. طب ليه يا مستر ما قلتش إز؟ ما كلمة هابي برضو موجودة إيه؟ لأنك عندك فعل في الإيه؟ في المصدر. مهمة جدا. إذا الجملة اللي فيها إنفينيتيف على طول أسأل بإيه؟ بدو أو داز. طب الجملة اللي فيها صفة، فيها مكان، فيها وظيفة، أسأل بإيه؟ أسأل بإز. طب ناخد جملة ثانية بس في شكل إيه؟ في شكل نفي. شي كوك فود. الجملة الثانية، she at home.
اي جمله هنفي بدازنت واي جمله هنفي بايزنت. هبص على الجملتين، الجمله اللي فيها فعل في المصدر انفي بدازنت، طب الجمله اللي فيها تكمله مفيش فعل في المصدر انفي بايه؟ بايزنت. طب انا عندي هنا ايه؟ كوك اهو انفينيتيف، يبقى اسال بايه؟ دازنت. طب وهنا عندي تكمله ما عنديش فعل في المصدر، اسال بايه؟ اسال بايزنت. طيب نبدا بقى الفقره الجايه هنتكلم على الفقره الجايه هنبدا نتكلم على اليوسجيس. الفقره الجايه هنتكلم فيها على اليوسجيس اوف بريزنت سمبل، استخدامات المضارع البسيط. اليوسجيس يعني ايه؟ كلمه يوسجيس الاستخدامات. اول حاجه بستخدم المضارع البسيط عشان اعبر عن هابشوال اكشن. يعني ايه كلمه هابشوال اكشن؟ يعني افعال اعتياديه، يعني ايه؟ عادات في الايه؟ بالحاضر. ودي اللي بستخدم معاها كلمات زي always, usually, sometimes, often, occasionally. طيب نشوف كده مع بعض. نقول مثلا he always gets up early، يعني هو دايما بيستيقظ مبكرا. اهو هي اهيت، ودي كلمة تدل على الزمن always. طبعا ممكن بدل always اقول ايه؟ sometimes، ممكن اقول often، ممكن اقول never، ممكن اقول occasionally، ممكن اقول rarely. اوكي طيب يبقى هي always gets up early، اس طبعا موجودة عشان الهي، ودي تكملة الايه؟ الجملة. يبقى لو حبيت تعبر عن habitual action بيحصل كل يوم، اوكي هبدا استخدم الايه؟ المضارع الايه؟ البسيط. طيب أو بتعبر عن حقائق علمية، يبقى facts. والفاكتس دي هنخليها في شكل scientific، يعني حاجات علمية أو حاجات ثابتة. زي نشوف كده مع بعض. يعني بقول لك مثلا إيه؟ The Earth orbits the sun. يعني الارض بتدور حوالين الايه؟ الشمس. دي حقيقه علميه، ما ينفعش اقول اوربتد خالص لان دي حقائق ايه؟ علميه. اوكي يبقى ما ينفعش اجي اتكلم على حقائق علميه واقول ايه اقول ايه اوربتد، لا اوربتس، لان دي حقائق ايه؟ علميه. طيب حاجات بقى ثابته عامله زي الحقائق برضو كده، واخد بالك، ولكنها ليست حقائق ايه؟ علميه. زي ما اقول مثلا ماي نيم از سامي، اسمي سامي. يبقى إز، لأن دي برضو حاجات ثابتة اسمه ما بيتغيرش. أو واحد مثلا بيقول I live in كايرو، أنا عايش فين؟ عايش في القاهرة. هو عاش، اتولد في القاهرة وعايش في القاهرة وما زال عايش في الإيه؟ في القاهرة. واحد بيتكلم على الجوب بتاعته يقول له إيه مثلا؟ I am a teacher، أنا شغال تيتشر، برضو حاجات تعتبر ثابتة. يبقى اذا لو بتكلم على الفاكتس حقائق علميه، قلنا بقى نوعين، حقائق علميه او حاجات ايه؟ او حاجات ثابته. برضو بستخدم الايه؟ البريزنت ايه سمبل. ما ينفعش اقول هنا ووز، ما ينفعش اقول ليفد، ما ينفعش اقول ووز، لان هو دي حاجات تعتبر ايه؟ ثابته ولم ايه؟ ولم تتغير. طيب اخر حاجه ممكن نتكلم عليها برضو بستخدم المضارع البسيط فيها، لما اجي اتكلم على فيوتشر، مستقبل. مستقبل ايه بقى؟ بس في حاجات ايه؟ لها تايم تيبل، لها ايه؟ تايم تيبل. يعني ايه كلمه تايم تيبل يا مستر؟ يعني حاجات لها جدول مواعيد، سكادجولد. سكادجولد يعني لها جدول مواعيد، زي القطر مثلا. اقول ايه؟ شوف مع بعض الجمله دي كده. The train، القطر leaves، اهو شفت؟ استخدمت الايه؟ المضارع البسيط اهو. الفعل في المصدر مضاف له اسم على الهي والشي والايه والات، لان القطر يعتبر ايه؟ يعتبر ات. ذا ترين ليفز ات 6 o'clock، يعني القطر بيغادر الساعه كام؟ الساعه 6. يبقى ده حاجات لها تايم تيبل ثابته، فبستخدم المضارع ايه؟ البسيط. برضو لما اكون برضو بتكلم على الحاله الاولى من قاعده اف، اهو يبقى كونديشنال اف، يبقى برضو ايه اللي هي الفيرست كونديشنال اف، يعني بعبر عن الحالة الشرطية الأولى لقاعدة F. شوف كده الجملة معايا.
if I study hard or to study اهوت مضارع بسيط اهو I will succeed هنجح او I will pass the test اعدي الايه الامتحان. طيب بكده نكون خلصنا الـ present simple tense. اتمنى ان يكون الشرح وافي ما سيبناش حاجه وطبعا يكون الشرح بتاعنا واضح ما فيش فيه اي نقطه صعبه اوكي. ولو في اي حاجه عايز تسال فيها في الـ present simple عندك الكومنتس تحت سيب الايه التعليقات بتاعك سيب التعليقات بتاعتكم اوكي واحنا هنبقى نناقشها مع بعض. Thanks a lot ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.